اهلا بحضراتكم مره تانية في الرومنتادا، بينضم لي شيتوس ودودار للحديث يعني عن الكثير من الامور، ولكن اهمها اكيد ماتش الاهلي وبيراميدز اللي بفكر حضراتكم ان هو انتهى بفوز النادي الاهلي 2-1 عشان يتاهل الاهلي للمباراه قبل النهائي امام بتروجيت في استاد القاهره يوم 2/7 ان شاء الله. شيتوس مساء الخير. مساء الفل. منورني. ازيك يا عامل ايه حبيبي؟ ربنا يخليك. دودار مساء الفل. منور عليك. منورني. الحمد لله رب العالمين. شيتوس الاول، رايك ايه في الماتش؟ وهل اتفاجئت بان الكابتن سامي قمصان ساب الاستحواذ لبيراميدز، ولا بالنسبه لك ده كان حاجه طبيعيه؟ لا، بالنسبه لي كان حاجه طبيعيه، خاصه ان اكيد سامي كان دارس تاكس جونياس مدرب بيراميدز بشكل كبير جدا، لان هو خلاص هو تاكس معروف عنه ان هو اي فريق بيمسكه بيعمل نسبه استحواذ عاليه جدا 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 بدون فعاليه كبيره، ودي مشكله من مشاكل مستر تاكس جونياس زي ما بيقولوا. فهي القصه كلها ان سامي اكيد ما تفاجئش، او اكيد ما همهوش ان هو يستحوذ، على قد ما همه ان هو يكسب المباراه. يعني انا شايف ان سامي قدر يوصل، زي انا قلت الكلام ده من المباريات بتاعت الدوري اللي فاتت، قدر يوصل بالفريق ببر الامان لغايه ما يجي يتسلم منه مدير فني اجنبي، وزي ما انا عمل مهمته بنجاح يعني. طبعا زي ما اتفرجت عليك في المقدمه وانت يعني شرحت الراجل المحتمل ان هو يكون مدير فني النادي الاهلي، وقلت والناس كلها دلوقتي بقت خلاص فاهمه الراجل ممكن يجي يعمل ايه. فهو سامي للامانه سلم او بيسلم المهمه بتاعته باداء، وبسيبك من الاداء ان بنتيجه مميزه جدا جدا جدا، وهو ان هو في الدوري ما خسرش غير نقطتين امام نادي الزمالك، في مسابقه الكاس القديم قدر ان هو يكسب فريق كبير زي بيراميدز، يعني فريق كبير اسما، انما طبعا في الملعب الموضوع كان مختلف. فانا شايف ان سامي عمل اللي عليه وزياده. يعني دودار، يعني عايز اكلمك على ديفنس بيراميدز النهارده، اخطاء كتيره جدا في التمركز، واخطاء كتيره جدا في ظهر، في مشاكل في ظهر الديفنس. تفسيرك ايه؟ يعني اتنين لعيبه مميزين جدا، علي جبر واسامه جلال، احمد فتحي لعيب صاحب خبرات كبيره، ورغم ذلك في مشكله كبيره. هل المشكله اساسها جاي من نص الملعب، من ان مش محميين بشكل كويس، ولا من اسلوب اللعب اللي قدر سامي قمصان ان هو يستدرك تاكس ليه، ان هو يسحبه ويسحب الخطوط ويبقى فيه مساحات كبيره في ظهر الباك ليفت والباك رايت، واشتغل عليها بشكل كويس؟ زي ما انت قلت عالمي في المقدمه، زي ما شيتوس بيتكلم، ان انا شايف النهارده فريق بيراميدز بالاخص، عشان من الظلم ان احنا نتكلم على اتنين مدافعين، الفريق ككل منظومه الفريق ككل لا، صعب جدا النهارده. ليه اعتاب على لعيبه نادي بيراميدز؟ محدش يزعل مني، وانا بعزهم جدا ولعبت معاهم، لكن انا دايما بقول كلمه الحق. شايف ان النهارده هم ما جوش الماتش، شايف ان الماتش نفسه حاسس هم في تمرين، يعني حتى حته الاصرار ان هم يكسبوا النادي الاهلي مش موجوده. لعيبه نادي بيراميدز حتى في الناحيه الدفاعيه فيها اريحيه كبيره جدا في الشوط الاولاني، انا تخيلت ان هم فعلا في التمرين حتى يبقوا احسن من كده. فلعيبه بيراميدز النهارده كفريق من ناحيه تنظيميه في الملعب في اريحيه في الناحيه الدفاعيه، السرد باكين مفيش تفاهم، هتلاقي علي بيكلم اسامه في معظم الوقت، مفيش تفاهم ما بينهم ومن بعض. خروج حسين السيد ونزل احمد سامي برده مش حتته، دونجا بيلعب لوحده النهارده، عبد الله سعيد بيعمل كل حاجه براحته النهارده، رمضان صبحي خارج الخدمه خالص النهارده. رمضان صبحي يا كابتن لازم يراجع نفسه، لعيبه نادي بيراميدز لازم يراجعوا نفسهم، اللعيبه ديت في نعمه كبيره جدا، بياخدوا فلوس كويسه جدا وربنا يزيدهم، لكن اللي انا شفته النهارده لا، بعاد كل البعد عن المبالغ اللي بياخدوها، بعاد كل البعد عن التركيز ان هم يكسبوا النادي الاهلي. النهارده بيراميدز لو ما خدش كاس مصر يا كابتن هياخد ايه؟ النهارده بيبعد عن الدوري، فالمفروض ان هو بينافس على الكونفدراليه، بيبعد عن الكونفدراليه، فالبطوله اللي بالنسبه لهم القريبه هي كاس مصر. النهارده ما ادينيش انا احساس وانا بتفرج ان هم عايزين ياخدوا كاس مصر. النهارده في مشاكل في النادي الاهلي، النادي الاهلي سايب الاستحواذ لنادي بيراميدز، يعني انت المفروض تقدر ان انت تتحرك من غير كوره، بتحركه ببطء غير طبيعي. كمان شايف ان جونياس وكلامي مع حضرتك في فتره من فترات، قلت جونياس اول ما مسك قلت هو الراجل ده مدرب اكاديمي، وانا ضد فكره ان هو يمسك بيراميدز، الراجل ده عنده اريحيه كابتن، ده بعد الماتش بيجيب لهم بيتزا، يعني كل ماتش يخسره
يكسبوا بيجيب لهم بيتزا، ما عندوش اللي هو مين قال لك ان هو جايب، مش هو اللي جايب البيتزا اكيد. لا الكابتن بيجيب لهم هو موضوع البيتزا ده اصلا الموضوع ده قتل احسن في قصه ان هو ليه علاقه بالاستشفاء يعني كابتن يعني النهارده من ضمن الحاجات المهمه صح جدا صح صح. في نادي الزمالك قعد فتره طويله كده والنادي الاهلي ده اصلا سالت في موضوع البيتزا ده سالت والله والله سالت فعلا لان انا فعلا كنت بحب اشوف موضوع الاستشفاء لان انا ميدو لما سافرت في 2017 مع سيميوني في اتلتيكو مدريد فتره معايشه كلمني اهم حاجه اتكلم فيها معايا هو الاستشفاء طبعا عشان ضغط الماتشات بالظبط فمن ضمن الحاجات فاتلتيكو مدريد كانوا بياكلوا بيتزا لا والله كان هناك بيتزا هنا بيتزا هنا فطير اه بس لا النهارده لما جول الاولاني دخل يا كابتن جات الكاميرا عليه انا حاسه ريلاكس خالص ما عندوش حته ان انا ابقى خسران احفز اللعيبه لا الراجل هادي بيكسب بيخسر هادي وانا ما بحبش كده لازم اللاعب المصري لما يكون وحش لازم المدرب يفوقه هو ما عندوش كده هو عنده مكسب زي خساره شيتوس هو عادي ريلاكس خالص وانا انا بالنسبه لي شايف تاكس لا بعيد كل البعد انه يمسك بيراميدز هنطلع فاصل ناكل بيتزا ونرجع لكم نكمل الحلقه